تتعدد الأماكن وتختلف مسمياتها، لكن فكر وأسلوب ونهج الميليشيا التدميري في شرق المدينة أو غربها واحد. هذه هي البوابة الغربية لمدينة تعز وشريانها الاقتصادي. أحكمت الميليشيا الإنقلابية قبضتها عليها ذات يوم، وجرعت من خلالها غصص الحياة لساكنيها وسكان المدينة. في أقصى الغرب من مدينة تعز يقع حي المطار القديم ذو 15 تجمعاً سكنياً، يحوي في إطاره خليطاً سكاني من مختلف محافظات الجمهورية، أغلبهم ينتمون إلى السلك العسكري. أكثر الناس القاطنين كانوا في هذه المنطقة أمثال أولاد محمد صلاح وأمثالهم، هؤلاء الناس كانوا كلهم من آنس، فكانوا ليسوا من سكان تعز الأصليين، كلهم ناس إما من دمار أو من عمران أو من صعدة أو من مناطق أخرى، كلهم ناس موالين، فكانت حاضنة شعبية لهم يعني، وكانت أكبر ثكنة عسكرية لهم. أدركت ميليشيا صالح والحوثي مدى تلك الأهمية لحي المطار، فذهبت في أواخر شهر مارس من العام 2015 إلى الانتشار والتغلغل المفاجئ في وسط التجمعات السكنية والخطوط الرئيسية. ساعدها في ذلك تواجد بؤرة حاضنة شعبية تشكلت من ذلك الخليط السكاني المتواجد في إطار الحي. كان بيئة خصبة لهم لأنهم من أصحاب آنس وأصحاب ذمار، فكانوا هم من يشجعهم كيعني أسرة واحدة، كأنهم يعني فاتحين لما دخلوا هنا كانوا مرحبين بهم كفاتحين، يعني إنه كان حتى الصغير والكبير كلهم يحتشدوا معهم، وفعلا هم اللي هربوا، هم اللي كانوا يخرجوا من المسجد أثناء الصلاة، هم هذوما أصحاب المنطقة، هم الذي جابوهم، ولولاهم ما اقتحموا اللواء. كان يوم السابع من شهر إبريل بمثابة نقطة التحول الأهم في مسيرة التمدد الميليشياوي، وبدأت أول عملية رفض على مستوى المدينة لذلك التمدد تتعالى من وسط معسكر اللواء 35، أمر جنت على إثره الميليشيا وذهبت لمضاعفة الحشد والتواجد، واستحدثت النقاط واعتلت المنازل ونشرت الرعب والخوف بين السكان، حدث دفع بموجبه موجة نزوح جماعي لأغلب سكان الحي. دخل الحوثيون لأول مرة في هذا المكان، كان الناس أشباه بالمحشر، والناس هاربين وخارجين بذعر وخوف. تخيل أننا يعني جمعنا أغراضنا والطلقات فوق رؤوسنا، يعني استأجرنا باص ودفعنا يعني مبالغ فوق المبالغ، لأنه صاحب الباص يقول لك أنا سأخرج في هذه اللحظات وغامر، فدفعنا له مبالغ كبيرة، فخرجنا وكانت الطلقات والله فوق رؤوسنا، لأننا إذا ظلينا في هذا المكان نعلم أننا سوف نحاصر وسوف نصل إلى ما لا يحمد عقبة. أول ما دخلوا نزحوا أغلبهم، لا طبعا من المنطقة نفسه نزحوا، راحوا بعضهم يعني من المناطق اللي ما في بش زي اشتباكات ما في بش، يعني نزحوا أغلب السكان. توقفت الحياة بشكل عام،
توقف العمل، يعني اللي معه عمل كان يلف في طرق يعني متعرقه وكانه طرق تهريب، حتى الامر في نقطه الحوثيين كانوا ناس مرعبين، كانوا ناس مخيفين، اوضاع كانت ماساويه، اوضاع معاناه، اوضاع خوف وقلق، كان الطفل يمر بقلق، كان يعني اللي يخوف طفله الصغير يعني كان يخوفه بالوحش زمان، كان في ايام يخوفه بالحوثي، كان اذا خوفت الخوفي كان يبكي الطفل مباشره يعني. فهناك بعض الاطفال يعني يعاني من هستيريا وخوف، يعني بعض الاطفال يقوم بمخالفه ولا يمتلك شجاعه يقول له ايش دخلك، يقوم باطلاق النار مباشره عليه، يعني بعض الاطفال مصابين بالهلوسه من بعض المواقف المخيفه والقلقه بهذه النقطه. خمسة عشر يوماً هي المدة الكاملة التي استغرقتها ميليشيا الانقلاب لإسقاط معسكر اللواء 35 مدرع، والتي اكتملت بشكل فعلي يوم 22 من إبريل عام 2015. وهنا برزت للواجهة مفارقة عجيبة عندما كان أفراد اللواء يواجهون معركة مصيرية، وكان التحالف العربي قد بدأ عملياته العسكرية بشكل فعلي منذ 26 من شهر مارس، ولم يتدخل إلا في أول مساء بعد إسقاط اللواء دون سابق إنذار، بمشهد يثير جملة من التساؤلات وعلامات الاستفهام. دخلوا اللواء الساعة 10 بالليل، أجاء الطيران يضرب مخازن اللواء، واللواء ما فيه بش حاجة، الحوثيين جلسوا بالجبال، خرجوا جلسوا داخل بالمطار هنا بالمدينة بالبيوت، تضرب المخازن، ما ضربش حتى القيادة ولا ضرب أي مكان، ما في شيء حارس حتى، بس الحراسة من خارج، وكان في نهب، لكن وقت الضرب هذا ضرب 3 مخازن اللي كان فيه صواريخ وكذا وكذا، فانطلقت 3 صواريخ حتى أنه وصلت للربيعي ووصلت هنا للهشمة، صواريخ من الانفجار اللي كانت تحترق تنطلق، يعني كانت الدنيا يعني كنا نقول نار جهنم. واستمر من الساعة عشرة للساعة 12 وربع اللي كان القوي الانفجارات ويطير الصواريخ فوق المواطنين. كان صاروخ قوي جدا 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 يعني في الليل. تخيل أطفالي عندما قاموا من النوم 3 كنت أحاول أهديهم أكلمهم، بعد ربع ساعة عاد لهم الوعي، يعني فقدوا الوعي تماما. كان ابني يتكلم عن شيء مش موجود، يقول لي الحرب ويشتي يخرج الشارع، وبنتي يعني أمهم قامت تبكي، يعني كان موقف مؤثر. طيب سيلتوا الجيران كلهم كانوا يتكلموا بنفس المعيار، انه ابنه قام يهلوس، يعني صاروخ بهذه الضخامه، يعني لو ارسلوا اعطونا اخبار ان نخرج من المنطقه ومن الجوار، او حتى كانوا يطلقوا في النهار والناس غير نائمين، انت لما تفزعش نائم غير، يعني في واحده من النساء عندما اطلقوا اول صاروخ كانت مرأة عجوز، فتحت الطاقه فشافت الصاروخ وانفجر المخزن، كان بيني وبين المخزن حوالي 50 متر في منطقه الوادي. طبعا خرجت في الليل وكانت تتكلم، ولحد الان ما زالت يعني مجنونه، سافرت اصبحت فيها الوساء. رغم سيطره الميليشيا على معسكر اللواء 35، الا ان هاجس الخوف والرعب من تعالي صيحات الرفض لها لا زال يراودها. هنا ذهبت إلى تطبيق إجراءات صارمة بحق من تقطعت بهم السبل، وجلها مصبوغة بممارسات تعسفية وانتهاكات بالجملة طالت كل شرائح المجتمع دون استثناء. كانوا ينامون بالشوارع، لا تقدر تمشي جنبهم، يعني تخيل انه ما كنا يعني جلسنا 4 شهور لا نقدر نطلع المطار، كنا نمشي الدومين ونمشي خلف نطلع لبرباشا، احنا طلعنا السواق نطلع السوق من الخلف، ما نقدرش نجي هنا، لانه اي واحد يعني يتهمه كذا المدرسه، يعني قدامي والله ما فيش معاهم بطايق، يعني انت خارج من حارتك للبرباشه ما يمكنش انك تفكر انك تكون معك بطاقه، يجي مساك واحد من الصغار حق اصحاب مران ويا ما معكش بطاقه، يلا جن والله انه يسوقهم بالالي برصاص لما يوصلوا المدرسه. كانوا يعني يمنع التعليم، يستهتروا باي طالب يدرس، يقول لك هذا متعلم يا متعلم، يعني كأنه يسبك الآن، يعني لاحظ أنه يحمل حقد على التعليم. أنا أول ما وصل الحوثيون ودخلوا دخلوا مسجد، أنا ظننت أنهم سوف يدخلون ويصلون والله، وأنا شاهدتهم بنفسي، فتحوا المسجد، وعندما فتحوا المسجد وضعوا المتاكئ ودخلوا بالسيجارة، وكانوا يخزنوا داخل المسجد يعني
فكنت أنا أستغرب يعني. طبعا أنت لن تستطيع أن تقول لماذا تفعل هذا الشيء أو تنتقده، لأنه فيقوم باعتقالك أو ممكن ضربك أو ممكن يقوم بقتلك. أنا شخصيا هددت، كنت أخطب بالجمعة أيام ما كان ما في شيء، لأنه هربوا الناس وإمام المسجد هرب وكذا بقي اسمه، فكنت أغطي أنا بخطبة الجمعة. هددهم، دخلوا يوم الأربعاء وأنا هددت يوم الخميس إن أنا ما أطلعش المنبر، إن أنا ما أطلع، ممنوع أطلع أخطب، وإلا يعني خلاص اعتزلت نهائيا حتى المسجد. الصلاة ما أصليش في المسجد، كنت أصلي في البيت. وبعدين كان قلنا لك ما نجيش، ما ندخلش عندهم طرقهم نهائيا، فكانوا ينامون جنب تحت الميسون بالشوارع بالأزغاط بكذا بالميسون، أشوف بصالة الفخامة حوله كانوا يجلسوا، وهذا أما هذه أماكنهم الطقم حقهم. فكان يعني تخيل إنه كان أي واحد يجي يشتي أي واحد يا ميسون في مشاكل مع واحد، قال عند الحوثي على طول الحوثي إذا ما يقصرش. في أحد الأيام عندما ذهبت ليستلم منهم وأنظر ماذا يوزعون، شاهدت بالصباح منظر محزن كثير. شاهدت بعض النساء، ولأول مرة أشاهد مرأة تنام على الشارع، أكثر من 20 مرأة، لأن بكت الصباح الباكر وهن راقدات على في الشارع على الكراتين. سألت أحد العجائز، أنت رقدتي الليلة هنا؟ قالت نعم أنا بت الليلة هنا يا ابني. قلت لماذا تنامي في هذا المكان؟ قالت انتهت معي حق المواصلات، تعبت وأني أروح وأجي ليستلم الإغاثة، فانتهت معي وبعض الجيران حق المواصلات، فقررنا نبات الليلة إذا روحنا بيوتنا لن نستطيع العودة، فقررنا أن نبات في هذا المكان من 20 حصار، إنه ما يقدر شيء يجيب له أي شيء، ما يقدر يوفر أي شيء. يعني إذا خرج شو قناص إذا يقتل، يعني تخرج وأنت مودع أهلك إذا خرجت، يعني إذا خرجت وأنت مضطر تخرج مودع أهلك، إذا معك مريض يعني تقول يعني قد هو مرضه ولا القتل، تتحمل كل شيء. فبعض الناس يعني تخيل إنه كان يجلسوا من يومين 3 أيام بدون أكل، وفي بعضهم أسعفوا مغمى عليهم من الجوع. هؤلاء الجماعة كنا نسمع عنهم قصص، ونسمع عنهم ناس خارجين عن الدين والملة، ونسمع عنهم كل شيء، لكن عندما حضروا إلى هذا المطار ونحن جيرانهم لاحظنا أشد ما نسمع عنهم، لشان لاحظنا جماعة مارقة خارجة على الدين والملة والقانون، لا تعترف بأي دين، لا تعترف بقانون، لا تعترف بعادات. هؤلاء لا يحملون أي عادة يمنية أو عادة قبلية أو حتى معايير الدين أو مبدأ من مبدأ العالم كمبادئ إنسانية. يتعاملون بوحشية، يتعاملون بأطماع، يستخدم الإنسان والتاجر والجار عبارة عن دروع بشرية أو فود، أو هذه هي حقيقتهم. تعطلت الحياة برمتها في حي المطار، أغلقت الميليشيا منفذ المدينة التجاري وشريانها الاقتصادي، أنشأت أول معتقل لها على مستوى المدينة، واقتادت إليه الكثيرين بذرائع واهية وبأسلوب لا يبعد كثيرا عن ممارسات جماعات التقطع والنهب والاختطاف. هذا المكان الذي نحن فيه وهذه الأطلال والخراب كانت أحد معتقلات الحوثيون في محافظة تعز، وأهم معتقل. قبل سنوات إذا أتيت في هذه اللحظات وتشاهد الأمهات وهن يبكين أمام الباب، وتوسلنا إلى الحوثيين لزيارة أبنائهن الذين خطفوا من الشوارع لا لشيء ولا لحجة، وإنما ليضعوا حتى يكونوا كبش فداء ليصنعوا منهم أموال. تحولت المدرسة إلى وكر، إما للسجن، إما أيضا لإدارة عزباتهم، أيضا لإدارة المنطقة فقط. يعني تحولت كأنها قصر رئاسي عندهم، يحكمون خلاله للحكم، للحبس، للسجن، للمعتقلات. بعض الأفراد متخصصين لسرقة السيارات، فإذا مرت سيارة جديدة هيلوكس أو صالون كانوا يفتعلون لها أي قضية. بعض السيارات كان يوجد فيها مرضى، والله مرضى ونحن نشاهد، وفيها أطفال، يخرجون الأطفال والنساء إلى الشارع ثم يأخذون السيارة ويلفقون أي تهمة في السواق، ثم يأخذون السيارة ويعتقل السواق إلى داخل المدرسة ويلفقون له تهمة كبيرة، فيصل السواق هذا بعد شهر أو شهرين وأهله طالبون يسامحوا بالسيارة ويوقعوا بورقة اليوم سامحوا، حتى يخرج الشخص يعني حتى يفتدوا ولدهم يخرج من هذا المكان. سكنة عسكرية، ما حد من كان يدخل إلا من اقتادوه من الشارع إليه، لا يعرف واحد ما بداخلها. فعلا كان انه ناس مدققين بالسلاح داخل المؤسسه،
وناس ايضا يقتروهم من الشارع ومن بعيد ويدخلوا يعتقلوهم. انا ما حد من يعرف ايضا داخل ما فيها، ما يستطيع واحد يرفع راسه ولا ايضا يحاكي بذلك. بعدين واحد اشتكى عند الحواثه هنا، طلعنا طوال دخلنا الضغاطه. الضغاطه هذه عباره عن حجره هي تقريبا مترين ونص في متر او متر وعشرين، مسكر الطاقه، والباب فيه كتب، فيه قران كريم. كان والله المساجين انهم يبولوا فوقها لانه ما يخلوش يخرجوا، ما يخلوش يخرج يقضي حاجته، ولكن يقضي حاجته فوقي. في دم كان، دخلت على الضغاطه هذه، في اثر دم كانت على الجدار، حي دم طري يعني كان. وفي واحد كان مقيد بالارجل والايدي سلاسل حديد، يعني شكله قد مجنون. انا هدله نكلمه ما يسمع الا على عقيق. يعني هنا خلوك هني الصلاه، يعني ندولك دبه ما من احنا اربعه، ندولنا دبه مساحه واحده. بالنسبه للاكل ندولنا الرز، قالوا له يومين. طيب والله يومين ياكله تقرط. في الجانب الآخر، ذهب طيران التحالف إلى مضاعفة الوجع في حي المطار خصوصا، حين غاب التنسيق في المهمة والمباغتة في الموعد والإفراط في القصف والأخطاء المتكررة في تحقيق الهدف. أبقى الطيران قضية أخرى ومعاناة ومأساة إنسانية، أظن أنها تساوي مأساة الحوثيين تماما. لم تكن الطائرات، كنا في البداية نرى أن الطيران إنقاذ، وكنا نفرح إذا سمعنا صوت الطيران، لكن للأسف الشديد في هذه المنطقة ونحن من عايشنا هذا الوضع، تحول الطيران إلى كابوس مرعب أقلق حياتنا. كان والله إذا سمعوا الأطفال صوت الطائرة، بعض الأطفال يبكي في الشارع. تخيل يعني أننا في جوار معسكر وكان التحالف لا يلقي لنا بال، ولا كأنه هناك ناس ساكنين، ولم يراعي الأعراف الدولية، ولم يراعي القوانين، ولم يراعي، لأنه كان يطلق صواريخ عملاقة. كان هناك لأنه في الليل يوجد بعض الملاجئ تحت اللواء، بعض الملاجئ، فكان طبعا تخيل أنت يعني الصواريخ هذه معروفة بالعالم، الصواريخ الخرسانية، صواريخ خرسان تضرب على بعد 50 متر من البيوت. ضربت مدرسة الميثاق ولم يوجد فيها أي شيء، ضرب بالطيران. بعد ما ضربت تماما، بعد أسبوع ما ضربت اتخذت سجن للحوثة. الطيران يضرب المدرسة اللي مسجونين بيه، ما يضربش مقر قيادة، مقر قيادة جنب المدرسة، مقر قيادة في البيوت في المنازل، ومعروف المنازل وما له حد الآن، وكان حتى هي مخازن للسلاح، لم تضرب، تضرب المدرسة والمسجونين داخله. بين قذائف الميليشيا وصواريخ الطيران اندثرت معالم حياة ومقوماتها، وانتهكت كرامة المجتمعات بكل مستوياتها في حي المطار، وكل الشواهد تشير أن تبعاتها ستظل ترمي بظلالها إلى أمد ليس بالقريب. صراحة عاشوا ليالي مظلمة، يعني ليلها مع نهارها، كل واحد جالس في بيته. الصراحة الطلاب تأثروا نفسيا، يعني سنوات مرت عليهم تأثروا نفسيا، يعني استطعنا خلال هذه السنوات فقط أن نخرجهم يعني بشكل بسيط مما عانوه، لكن هم عانوا فعلا كثير. الحالة النفسية حق الأطفال كيف بتكون يعني أعتقد بعد سنتين ثلاثة حتى لو انتهى الحرب، كيف دماغه، كيف عقليته، كيف بيكون؟ هذا إحنا اللي إحنا تأثرنا، الكبار ما تقدرش تحدد إيش بتعمل بكرة هذه. فبالك بطفل شاف شنشاء، ضربات، طيران، بيوت مهدمة، يعني كيف بيكون حياتهم؟ يعني شيلنا أقل حاجة جلسات نفسية نقدر نرجع للوضع الطبيعي اللي إحنا فيه. كل شيء فقدناه في الحرب الصدق، يعني مش شرط إن أنت تفقد الشخص، يعني من الأسرة، من الجيران، من الأسرة، يعني من الحارة، من كل شيء يعني افتقدناه الصدق، الأمن، الراحة النفسية، يعني حتى الجو أصبح يعني مرة مشحون بالبغضاء، بالكراهية، الحوثيين يعني دخلوا يعني لوثوا الجو يعني بشكل عام. ومع هذا نحن في محافظة تعز ما زلنا نرفع سلاح العلم والمعرفة، هذا القلم سلاحنا، وأيضا مصممون على الصمود وثابتون من ناحية مواصلة الجهد والمشوار ومواصلة تحقيق الأهداف المنشودة، وهو العلم التي كانت المحافظة ترفع شعارها، شعار العلم والسلم.
واقع مثخن بالألم ووضع لا زال محفوفا بالمخاطر عاشه ويعيشه سكان حي المطار. فقذائف الموت لا زالت تخطف الأرواح وتدمر المنازل، وحال الناس في البقاء هنا مأخوذ من مفهوم مجبر أخاك لا بطل.